بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم أحبة الصائمين ورحمة الله وبركاته سؤال اليوم 25 من شهر رمضان المبارك التمضمض في نهار أيام شهر رمضان التمضمض قد يكون عبثا قد يكون لأجل الصلاة قد يكون في سبيل أن الإنسان يحاول أن يبرد جوفه أو يبرد فمه ثم بعد ذلك قد يخرج الماء وقد يدخل شيء من الماء عبثا أو يسبقه فيدخل من دون اختيار إلى الجوف ما حكم التمضمض في كل تلك الحالات في نهار شهر رمضان الجواب يقول سماحته إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها لغرض التبريد عن العطش فيسبق ويدخل إلى الجوف فإنه يوجب القضاء دون الكفارة إذا كان يتمضمض في نهار شهر رمضان في سبيل أن يرفع العطش أو في سبيل أن يبرد جوف يبرد فمه يعني يبرد فمه ولكن صدفة من دون اختيار سبقه ودخل إلى الجوف من دون اختيار هنا يترتب عليه القضاء من دون الكفارة هذه الحالة تعتبر حالة استثنائية حالة استثنائية يجب فيها القضاء من دون الكفارة في بعض الأحيان أعزائي إذا نسي أنه يتمضمض الماء في جوفه في فمه الماء في فمه يتمضمض إذا نسي وابتلعه لا شيء عليه إذا نسي وابتلعه لا شيء كذلك كل ما يدخل إلى الجوف نسيانا لا إشكال فيه في نهار شهر رمضان في بعض الأحيان أعزائي يتمضمض عبثا لا لأجل التبريد من العطش بل عبثا فإذا تمضمض عبثا ومن دون اختيار سبق ودخل إلى الجوف هنا أيضا لا إشكال في صيامه صيامه صحيح إذن فقط عندنا حالة واحدة وهي حالة ما إذا كان يتمضمض لأجل التبريد من العطش فسبق ودخل إلى الجوف يترتب عليه القضاء من دون الكفارة أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم بفضله وبمنه وببركة محمد وآل محمد